حاليا انا بقول ان هي جديده من نوعها في مصر، مش في موضوع الابز او البارامتر، في ان انت تعمل ميكس بين الاثنين وان انت تجمع الرياضات الجويه دي فوق اجمل مكان في مصر واحسن مكان في العالم، عجيبه من عجائب الدنيا السبعه الاهرامات. كشركه سكاي سبورتس حبينا ان احنا نعمل حاجه كبيره قوي نلفت بيها انظار هواه الرياضات الجويه حول العالم. نفذنا بطوله تحدي ابطال العالم في الفيوم وقلنا احنا لازم نعمل حاجه قويه، فقلنا ان احنا نعمل حاجه جنب اعظم في الاهرامات الجيزه. عملنا جينيس ريكورد الطيران باكبر علم للباراموتور، ودي كانت اول حاجه تتعمل يعني كاتيجوري بتفتح جديد في جينيس ريكورد يعني. فطبعا حاجه كويسه لتنشيط السياحه، ادخال نوع جديد من السياحه الرياضيه في مصر. الناس مبسوطه جدا جدا ان هم هيطيروا فوق الهرم وهيفزوا فوق الهرم. احنا عندنا هدفين اتنين مهمين، اول هدف ان احنا ننشر الرياضات الجويه هنا في مصر، الهدف الثاني ان احنا تبقى مصر مناره للرياضات الجويه، لان فيها امتيازات كويسه جدا كمجال رياضات جويه بالنسبه للمناخ بتاعها والويند طول السنه. في مكان في مصر تعرف تطير فيه، تعرف تقفز فيه، ده مش موجود في اي مكان في العالم. ده اللي احنا بنسعى له. الحمد لله البطوله السنه اللي فاتت كانت اتقدمت بشكل كويس جدا، حققت قبول عند كل الناس كويس جدا سواء في مصر او برا مصر، وده شجعنا ان احنا نقدم الاتحاد الدولي على استضافه بطوله العالم 2018. والحمد لله مصر السنه دي في شهر 10 هتستضيف بطوله العالم. هي فكره نبعت ان احنا في عام الشباب، وان في دول كثيره لا رغبة في أنها تشترك معنا في التدريب على القفز وإجراء قفز وبرضو الخفاش الطائر ونماذج الطائرة، فخططنا لتنفيذ هذا المهرجان. المهرجان ده يعني متعدد في القفز خفاش الطائر إن شاء الله نماذج الطائرات، وهيتم في احتفالات عيد تحرير سيناء من 25 إبريل ل 30 إبريل في أفضل مناطق العالم في أهرامات الجيزة. الحقيقة هذا الموضوع مخطط من فترة أو منظم وبيدار بحكمة وبحنكة، لأن تشترك فيه معظم أجهزة الدولة سواء القوات الجوية، القيادة العامة للقوات المسلحة، أجهزة الأمن، أجهزة الشرطة، عناصر الإسعاف والتأمين الطبي، وبتشارك في كافة عناصر الدولة، بحيث ان احنا يعني بننسق مع كافة هذه العناصر لتنظيم هذا المهرجان.